مع بعض ونشوف واحدة من الفيديوهات الجدا جميلة في مواقع التواصل الاجتماعي. دائما في الفقرة دي احنا بنجيف على فيديوهات انتشرت ولقت رواج ولقت انه دعم ايجابي جدا حتى على مستوى الشباب. فالليلة معانا واحدة من الاعمال الجدا جميلة واغنية سمحة شديد ولطيفة واحساسها جدا مختلف، فيها احساس بتاع وطنية عالي جدا. هي اغنية وطن العزة، كلمات عمر الفكي والحان سليمان زين العابدين واداء عوض سليمان زين العابدين. وان شاء الله طبعا هيكون معانا عوض في مداخلة هاتفية، لكن خلونا نستمع للمحب. وطن العزة نحن شموعك، بيك نفاخر وبيك نعتز. وطن العزة نحن شموعك، بيك نفاخر وبيك نعتز. يا وطني وطني وطن العزة، يا وطني وطني وطن العزة. وطن العزة، يا وطني وطني وطن العزة. تشهد لنا يا وطني وطني وطن العزة، يا وطني وطني وطن العزة. مشارع تنمية وللمستقبل، شوفوا شوفوا بلادنا، طرق وكباري عمرها لصحاري. عشانك يا وطني وطني وطن العزة، ده كله عشانك يا وطني وطني وطن العزة.
ده كله عشانك يا وطني وطني وطن العزة. يا سلام على كمية الإبداع وكمية الجمال والبساطة وإحساس الفن، ده ما بعيد عليك يا عوض، طالما أنه تربيت أنت في بيت أصلا هو مليان جدا بالفن. فوالدك سليمان زين العابدين موسيقار، وكمان عنده فرقة زهرات شنبات، وملحن خواطر فيل، وكمان عازف الماندولين مع الفنان خوجل عثمان، والفنان نور الجيلاني، والعود مع الفنان خضر بشير. يعني أسماء زي دي وتعامل معه، وأكيد سيرة زي دي لك حق أنك أنت تطلع أكيد بكمية الجمال والإبداع دي. عوض، صباح الخير وصباح السعادة عليك. صباح النور عليك وعلى أسرة صباحات سودانية، وأشكركم شديد والله اللي أعطيتكم الفرصة لي يا أخي. الله يخليك، تستحق والله كل المساحات. بداية عايزين نقول لك مبروك على الأغنية الجميلة والإحساس الجميلة فيها والتصوير المختلف والملامح السودانية، أكيد هي كانت ظاهرة في كل مشهد أنت كنت فيه، فكده احكي لنا أكثر عن الفكرة بتاعت الفيديو. والله في البداية يا أخي أحب أترحم على أرواح الشهداء في البلاد، تنزل عليهم ربنا أرواحهم كلها، سدير جزعة الوطن ونصرة الإنسان في السودان. والله الفكرة هي جاءت يعني أنا قبل سنة يعني ما هدت يعني، لكن بس من كتب لها يقول إنها تتنفذ زي يقول كل تأخير لي خير يعني. تماما تماما. فقبل فترة كنت بتكلم مع فنان الجميل صديقي جدا يعني إبراهيم أحمد طه أو إبراهيم من البادية، قلت له أنت عمل كده ده زمن يعني ممكن يكون قبل ما يدوني ويدوك، فرحب بالفكرة يعني أستاذ له الأغنية حتى وسمعه وشجع شديد وشجعني معه وإن تسجل يعني. يا سلام يا سلام. فمش قد ما أعجب بالحاجة دي يعني، الحاجة دي ماتت معانا يومين سجلناها، وحتى الفكره بتاعت الفيديو جات يعني اللي احنا قاعدين في الاستوديو ذاته معه. ايوه. وشجعنا انه نعملها وانه تنزل قبل يوم 30 يوم يعني. صح. كان قريب يعني اليوم ده كان بعد له 4 أيام تقريبا كثير. فصعب انه تسجل فيديو بتاع يعني بامكانيات كده عاليه. فاتصلت على صديقي يعني الجميل وائل سيف الدوله، هو مصور جميل جدا جدا. يا سلام. هنا بشكره جدا يعني على أكيد لهم التحية والمحبة كل أسماء أنت ذكرتها. يعني بذل معي مجهود كبير يعني من هنا بالله بشكره شديد يعني. وجانا التصوير يعني في ظروف صعبة شديد يعني، حتى هو أدواته كلها مكتملة بتاع التصوير، فبدينا نصور بالإمكانيات الضيقة اللي عندنا لغاية، وأنا يعني بعتقد إنه الفيديو ناجح يعني برغم ضعف الإمكانيات دي يعني. يا سلام. الفكرة طالما أنها هي واضحة والناس أصلاً كانت متحلية بعزيمة، وزي ما أنت ذكرت أنكم كلكم كنتم متفقين على الحارة دي، وأكيد هتطلع طبعاً كمية جمال، وخصوصاً أسماء أنت ذكرتها. كله عشانك يا وطن. أيوة. يعني الحاجة دي يا سلام. ما بيدي ولا بيتغير يعني. تماماً. تمش براجل يعني. تماماً. عوض، أنا عايزة أخذ معك مساحة أكثر متوسعة ونتكلم عن الأغاني الوطنية، قدر شنو كان عندها دور واضح جداً في الثورة السودانية. والله الأغاني الوطنية طبعاً لها دور كبير يعني تحريك الحس الوطني والثوار والوطنية جوانا، ودعم أساسي يعني في الثورات يعني. وبعدين الأغاني الوطنية يعني ما من جيلنا ده ولا من جيلنا الفات يعني، بدري شديد يعني الأجيال القبلين وحتى الأجيال الجاية بعدين، فالحاجة دي محرك أساسي يعني أنا بعتقده إنه في الحاجات اللي الجو الوطنية عندنا يعني. حلو. عوض، انت قبل شويه ذكرت اسمين ناس مبدعه تماما وهي متحليه برضو بروح العزيمه والاصرار، ابراهيم وكمان مصور، يعني دي حاجه ممكن تكون برضو جميله، لكن في دعم مختلف تماما كان في الاغنيه دي، كون انه الوالد نفسه هو يلحن الكلمات دي، فتخلي دي برضو ممكن تكون حاجه كانت جدا جميله وتخلي دعم ايجابي لك، فكده احكي لي عن طريقه التعاون والدعم اللي قاعد يقدمه الوالد لك يعني.
والله انا زي ما بقول لك، انا يعني من قمته انا يعني اي الحرشان بات في البيت يعني معانا، اها فقاعد سوسانة او حتى هو بيقول لي اقعد، حتى شاركت معهم في اعمال كثير يعني في اها الحرشان بات، مع انهم ما كانوا يعني يجيلي، كنت صغير جدا انا لما شاركت معهم. ايوه الوالد طوالي يعني بيقول لي تعالوا اقعد واسمع واشتغل، حتى انا كنت بشتغل معاهم مرات اذاعات يا سلام صغير شديد يعني، بيدعمني باي حاجه يعني، ما بقول لي قلت لسه صغير بقول لي انا كبر يعني، بديني حاجه بقول لي ابدا طوال، فكان دائما اساسي لي يعني في الحاجه دي، انا من هنا بشكره شديد، ربنا يديه الصحه والعافيه يعني. اللهم امين يا رب. عايزين نعرف، طيب هل في اعمال قادمه ممكن تكون؟ والله الاعمال جايه كثير والله، حلو. خصوصا يعني من هو زعبي يعني، انه عنده اغاني كثير يعني، واناشيد للزهرات كثير يعني، نقول دفنت يعني وبتطلع يعني، يا يعني سلام. الوطنيه لسه فيها اغاني وطنيه كثير، واغاني للام واغاني للاطفال يعني، حلو حلو الاغنيات جميل. كلها موجوده عنده، فانا عندي نيه يعني انه اوثق له الاعمال دي كلها ان شاء الله، يا سلام وعندي عليك، اعمال برضه خاصه برضه هنزلها في الايام الجايه. الله يوفقك يا رب ويسهل عليك طريقك. وطبعا دايما السودانية 24 فاتحة أبواب لك ولكل الشباب اللي هو مبدع، لكل الشباب اللي أكيد عنده بصمة واضحة جدا في مجتمعاته وسط أقرانه. شكرا جزيلا عوض سليمان زير العابدين، شكرا، شكرا لك، تسلم كثير. الله يكرمك يا رب بكل خير.